بس واحد من أهم لاعبي الكرة المصرية على مدار سنوات طويلة، اسم كبير من المواهب النادرة في الكرة المصرية، دايما لما بيلعب مع فريق هو مؤثر، يلعب مع الزمالك مؤثر، يلعب مع المقصة مؤثر، يلعب مع سيراميكا كليوباترا مؤثر، لاعب عنده صفات شخصية كبيرة والأهم صفات مهارية زي ما قلت لكم نادرة نادرة في الكرة المصرية. لاعب كبير، لاعب محترم، النهاردة جدد عقده مع سيراميكا كليوباترا، وأقصد طبعا طبعا النجم محمد إبراهيم، جدد تعاقده حتى 2024. ومحمد إبراهيم معايا عبر الهاتف الآن. كابتن محمد، مليون مبروك التجديد، ودايما رائع ودايما مبدع في الملاعب المصرية. ربنا يخليك يا كريم حبيبي، طبعا بشكرك على المقدمه الجميله دي والله، ومش عارف اقول لك ايه. طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله، طبعا انا مبسوط مبدئيا ان انا معاك، وان شاء الله شرف ليا دخلت تكون خفيفه على الناس كده. شرف ليا يا كابتن محمد، ودايما دايما انت من اللاعبين اللي بتمتعنا، بغض النظر بقى مين بيشجع مين، بس انت لما الواحد يشوفك بتلعب كوره بتلمس الكوره كلنا بنبقى مبسوطين. ودايما نقول محمد ابراهيم حتى هذه اللحظه لسه ما خدش حقه في الكوره المصريه. يا حبيبي ربنا يخليك والله، طبعا الحمد لله رب العالمين، الواحد سعيد طبعا ان انا موجود معاك. وطبعا بشكر كل الناس، نادي سيراميكا، استاذ طارق، والحاج محمد ابو العنين، وكابتن احمد سامي، الناس لما كلموني طبعا ما قدرتش اتاخر عنهم لان انا بقالي سنتين معاهم. ما شفتش منهم غير كل خير، ويعني ان شاء الله بنطمح ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله الموسم اللي جاي باذن الله. دايما مؤثر انت بادائك مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، ودايما الشغل الفني بتاعك باين، والاهم من ده كله ان انا بحسك دايما قائد في الملعب وسط زمايلك، والاداء بيبقى باين. انت شايف ان سيراميكا كليوباترا فرق معاك اخر سنتين يا كابتن محمد؟ لا طبعا الحمد لله، طبعا معانا طبعا زي ما انت حضرتك قلت، معانا مجموعه من اللعيبه كلها مميزه، اللعيبه كلها بنحاول نساعد بعض، الحمد لله اللعيبه بتحبني جدا، انا بحب كل اللعيبه اللي موجوده. طبعا النادي فرق معايا السنتين اللي فاتوا، كنت موفق جدا الحمد لله ان انا اخترت نادي سيراميكا من سنتين. اتمنى ان شاء الله اكون موفق برضو في السنتين اللي فاضلين لي، وان شاء الله زي ما قلت لك ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه اللي احنا كنا بنسعى له السنتين اللي فاتوا، ان شاء الله نقدر نحققه السنه اللي جايه باذن الله. طيب تعال نخش في الجد بقى. من الحاجات اللي انا ممكن اقول لك ان انا اتفاجئت النهارده بخبر تجديدك لسيراميكا كليوباترا، وانا كنت متوقع انك هتبقى ورقه مهمه جدا في سوق الانتقالات هذا الموسم، وتصورت انك ممكن تاخد خطوه اخرى غير سيراميكا كليوباترا. ايه اللي حصل في اللحظات الاخيره او في الساعات الاخيره عشان تجدد تعاقدك مع سيراميكا كليوباترا؟ والله بص يا استاذ كريم، انا من عادتي او بحب دايما ما بحبش العب على كل الاطراف، وما بحبش ان انا ادخل حد عشان حاجه او الكلام ده كله، وطول الوقت بحب اتعامل مع الناس باحترام. وزي ما قلت لك، انا لما الناس كلموني وقعدت معاهم قعدنا تقريبا ربع ساعه، ما كملناش اكتر من ربع ساعه، الموضوع ما خدش وقت طويل يعني. لان دايما لعيب الكوره لازم يبقى حواليه استقرار، والاستقرار اللي انت تبقى موجود في النادي وعارف انت رايح فين وجاي منين، ما يبقاش طول الوقت حواليك جدل وكده. فانا بحب كده، وبحب دايما اركز في شغلي عشان اطلع احسن حاجه. هايل. فانا خدت الخطوه بناء على كده يعني. طيب ما حسيتش، او يعني تجديد لسيراميكا كليوباترا ده مش بمنطق انه سيراميكا يستفيد لو انت اتبعت الفريق اخر، ولا التجديد ده هدفه الاول والاخير هو الاستمرار مع الفريق؟ يعني ما فيش ممكن تروح لنادي اخر لو سيراميكا وافق طبعا. بص، هو في الحالات كلها كان كده كده في كل موسم، فلو في الحالات كلها كان اي حاجه هتتم عن طريق سيراميكا كليوباترا. ففي الحالات يعني في اي حاله، في تجديد او غير تجديد، اي حاجه هتبقى عن طريق النادي يعني. اي حد يطلب محمد ابراهيم يروح يتكلم مع النادي، ان انا كان فاضل لي موسم في عقدي. بس انت انت لاعب محترف وفاهم، فاضل لك سنه في عقدك غير فاضل لك ثلاث سنين في عقدك، السعر بيختلف. لا انا فاضل سنتين، هي الفكره مش في كده، الفكره لو انت لو النادي حابب محمد يكون موجود معاه هيروح يتفاوض ويخلص اللعيب يعني. فانت كلاعب انت لازم تدور على استقرارك برضه، زي ما الانديه بتدور على استقرارها، انت لازم تدور على استقرارك. صح. انا بدور على استقرارك، بدور ان طول الوقت في الملعب اكون بحسن بعمل احسن حاجه، واحنا لسه فاضلنا اربع ماتشات الموسم ده، واربع ماتشات مش سهلين. فالناس لما دور على الاستقرار ما قدرتش ان انا اكون يعني جزء من اللي انا ممكن ابوظ لهم استقرار الفريق. فما قدرتش اتاخر عن طلبهم يعني. هايل. الصحفي المحترم استاذ احمد جلال كان معايا ضيف من كام يوم كده، وقال لي انه انت مطلوب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتفاوض على ضمك، الكلام ده مظبوط؟ حد اتكلم معاك؟ حد اتكلم مع النادي؟
بص انا كمحمد كلام حصل معايا انا، لا ممكن كلام وكلا الكلام ده كله، لكن حاجه شخصيه رسمي انا معايا لا ما حصلش اي حاجه من الكلام ده كله. بس اتكلموا او وكلاء اتكلموا معاك بعض الوقت اتكلموا معايا على عرض للنادي الاهلي. بعض الوقت، لكن حاجه رسمي من حد من داخل النادي الاهلي حاجه رسمي لا ما حصلش اي حاجه من الكلام ده. عظيم جدا. السؤال اللي جاي ليك يخص نادي الزمالك وهو يقترب من الفوز بالدوري الممتاز، تقول ايه لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الوقت ده؟ طبعا ببارك لهم، طبعا جالهم مدرب كبير عمل فارق كبير قوي في الفريق، الفريق ما شاء الله ماشي بمستوى اكتر من يعني ثابت ومميز ماتش عن ماتش، فاتمنى لهم التوفيق طبعا وبارك لهم طبعا على هو لسه فاضل لسه الدوري ما خلصش، لكن ان شاء الله نبارك لهم في نهايه الموسم على الدوري، هم يستاهلوا الدوري فعلا، هم اكتر فرقه متكامله دلوقتي واكتر فرقه بتأدي في كل الماتشات، فان شاء الله على نهايه الموسم كده نبارك لهم باذن الله. بصراحة شديدة كده، بصراحة معلش انا اسف بس صوتي عشان عندي برد والله شديد، فصوتي ألف معلش ألف 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 مليون سلامة يا كابتن محمد، ألف رب. مليون سلامة. مشتاق عليك أسألك آخر سؤال ويخص منتخب مصر، أنت كان حظك وحش مع منتخب مصر الأول في الفترات الأخيرة رغم تألقك بصراحة وتألقك وإبداعك على مدار 3 أو 4 أو 5 سنين كمان في آخر السنوات، وكان دايما حظك وحش مع منتخب مصر، متفائل مع فيتوريا إنك ترجع وتشارك مع منتخب مصر واحد من اللاعبين الكبار؟ والله يا استاذ كريم انا دايما طول الوقت انا بركز ان انا اعمل احسن حاجه عندي، ممكن وقت في بعض الاوقات ما يكونش لك نصيبه وما يكونش لك حظ او بيكون وجهه نظر، لكن انا كلاعب كوره لازم طول الوقت ان انا اعمل احسن حاجه عشان خاطر فرقتي، ولو ربنا كرمني وبقيت موجود الواحد بيبقى شرف لاي حد لو كنت موجود في منتخب مصر، اسم منتخب مصر يعليك دلوقتي وبعدين يعني وانت بتلعب حتى بعد ما تبطل، فاتمنى اكون موجود لكن لازم اشتغل واتعب عشان ابقى موجود باذن الله. هل انت حسيت بالتقصير الشخصي في اي لحظه من اللحظات؟ ممكن تاثير قبل كده، تاثير اللي هو التفكير يعني ممكن اكون فكرت قبل كده غلط، ولكن الحمد لله الواحد قدر يعني يصلح ده بعد كده، لكن قبل كده كان ممكن تفكير السن وكده وعامل السن كان ممكن بفكر بطريقه مش هي الصح او مش هي الطريقه اللي تناسبني كانت الوقت ساعتها، ولكن الحمد لله الواحد قدر اللي هو يتعلم من اخطاء الماضي في السنين اللي فاتت يعني. صحيح. كابتن محمد ابراهيم نجم نادي سيراميكا كليوباترا واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الكره المصريه منذ سنوات، مش السنه دي بس منذ سنوات، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وبهنيك على التجديد لسيراميكا كليوباترا حتى 2024، كل التوفيق في خطواتك اللي جايه، قدم التحيه لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك واحد من ابناء نادي الزمالك، قال كمان انه في اتصالات من وكلاء كانوا بيتكلموا معاه على الانتقال للنادي الاهلي ولكن دون مفاوضات رسميه من النادي الاهلي، وتحدث انه يحب الاستقرار وبالتالي توقع مع نادي سيراميكا كليوباترا عشان يستمر مع الفريق اللي كان سبب انه يرجع لمستواه في اخر عامين، لاعب كبير ولاعب محترم. حلو محمد ابراهيم، اللعيبه الحريفه دايما الواحد كده يعني بيدور عليهم بصعوبه في الكره المصريه، لسه عنده المهاره وعنده الشخصيه، لاعب كبير ومهم طبعا.